قبل الجميع سجلت محافظة البيضاء موقفا وطنيا وتاريخيا بارزا حين انطلقت مقاومتها لمواجهة المد الحوثي القادم من شمال الشمال بدون أي مبرر. وعلى سفوح البيضاء وجبالها تكسر مشروع الحوثيين وتلقنوا أقصى الدروس، ولا زالت البيضاء وإلى اليوم تقدم التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى والمصابين، وتعرض أبناء البيضاء إلى معاناة كبيرة ونزوح، ولم يسلم أي شيء في البيضاء من شر الميليشيا الإنقلابية وعبثها. اليوم تقف البيضاء شامخة أمام الجميع في موقفها التاريخي المشهود، وهي تنتظر من الجميع أن يقوم بواجبه الوطني والأخلاقي تجاهها وتجاه الوطن. شهداء البيضاء وجرحاها والمصابين يناشدون الحكومة الشرعية والتحالف العربي للمساندة والدعم حتى تخرج البيضاء إلى باحة الحرية والدولة وتقفل عهد الميليشيا الإنقلابية وتبدعه في ذكريات الماضي. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين قوسين في هذا الأسبوع. وحلقتنا لهذه الليلة نتحدث ونتطرق في حديثنا إلى محافظة البيضاء، هذه المحافظة السباقة في مواجهة المد الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن الطموح للتحرير. نتحدث عن الإمكانيات بأن يتحقق النصر الكامل في محافظة البيضاء الذي يعني نصرا لكل اليمن. يكون معنا هنا في الاستديو المقاوم والأستاذ عامر الحميقاني، وهو مسؤول إعلامي في مقاومة البيضاء. يكون معنا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض الأستاذ والمقاوم أيضا كذلك محمد الجبري، وهو مدير عام مديرية الطفة بمحافظة البيضاء. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وأهلا بالأستاذ عامر الحميقاني هنا في الاستوديو، وكذلك بالأستاذ والمقاوم محمد الجبري مدير عام مديرية الطفة من الرياض. البداية هنا معك أستاذ عامر الحميقاني، أول حاجة أشكرك على تلبية الدعوة وأرحب فيك ترحيبا حارا بحضورك هنا في حلقة بين قوسين في قناة عدل الفضائية. البداية نريد الناس أن تعرف ما هي هذه محافظة البيضاء. يعني كثير ناس يظن أنها محافظة بسيطة نائية ريفية مهملة، ليس لها يعني فيها عدد محدود من البشر، ربما مساحتها محدودة، لكن احنا نريد الناس تعرف ما هي محافظة البيضاء، مساحتها، مديرياتها، سكانها. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أمسي عليك وعلى الأخوة الطاقم في القناة وعلى جميع المشاهدين، مساء الخير عليك. بالنسبة لمحافظة البيضاء هي من أهم المحافظات في الجمهورية اليمنية من حيث موقعها الاستراتيجي. طبعا محافظة البيضاء تعتبر من أولى المحافظات التي قاومت الميليشيات الحوثية والانقلاب الحوثي في الجمهورية اليمنية التي قام على المواطن قبل اندلاع عاصفة الحزم. نعم طبعا قاومت المحافظة البيضاء قبائلها الميليشيات الحوثية والشرعية، فخامة الأخ الرئيس والحكومة لازالت في صنعاء ومحافظة البيضاء تقاوم. طبعا محافظة البيضاء تتكون من 22 مديرية، عدد سكانها فوق أكثر من 650 ألف نسمة. استراتيجية محافظة البيضاء موقعها الاستراتيجي مهم لتحريرها، لأنها تربط ثمان محافظات. تربط كم؟ تربط ثمان محافظات في الجمهورية اليمنية، ومنها أربع محافظات في الشمال وأربع محافظات جنوبية. تحرير محافظة البيضاء يؤدي إلى انطلاق واسع لفتح عدة جبهات على الميليشيات الحوثية. إذا تحررت محافظة البيضاء سيتم فتح جبهة على الميليشيات الحوثية في محافظة إب. أنا أريد أن أسألك المحافظات الثمان الذي تحيط في محافظة البيضاء، لأنه هذا الموضوع مرتبط بأهمية البيضاء الاستراتيجية. إذا كان المحافظات الثمان التي تحيط بمحافظة البيضاء توجد فيها مواجهات، فهذا
يثبت أهمية محافظة البيضاء للانطلاق نحو هذه المحافظات. المحافظات المحيطة بالبيضاء كيف وضعها؟ هل هي تحت الميليشيا الانقلابية محررة؟ كيف وضع المحافظات هذه؟ طبعا سأذكر لك محافظات المحيطة لمحافظة البيضاء، ومنها محافظات لا زالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية بشكل كامل، وبعض المحافظات محررة وجزء ولا لا زال جزء منها، منها محافظة الأب التي هي لازالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية بالكامل. بالكامل طبعا ذمار أيضا توجد حدود للبيضاء مع ذمار، وهي لازالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. رداع وذمار. أيوة ذمار تعتبر كذلك محافظة الضالع وتربطها في البيضاء، ولازالت في من قعطبة باتجاه قعطبة لازالت مديريات، يعني لازالت الاشتباكات متواجدة. كذلك تربط البيضاء في شبوة أيضا باتجاه شبوه، خلاص الحوثيين شبوه محرره، ولكن تعتبر شبوه بوابه للدخول، والتي هي من شبوه اتت الجيش الوطني واستطاعوا تحرير مديريه ناطع ومديريه نعمان من اتجاه محور بيحان. ايضا كذلك لا زالت بعض ايضا تربط المحافظه البيضاء في محافظه ابين، والتي لا زالت البيضاء في محافظة أبين مكيراس لازالت في مع سيطر عليها الميليشيات الحوثية وعلى مشارف عقب الثرة. طيب كذلك محافظة لحج لنا قصة في مكيراس، تكمل محافظة لحج. أيضا كذلك محافظة لحج تربطها عبر مديرية الزهرة الحميقان، والتي هي تعتبر الحميقان بوابة الجنوب من اتجاه محافظة لحج، والتي تربط بيافع. أيضا كذلك تربط بمحافظة مارب من الجهة قانية الغربية، ومن جهة قانية طبعا هي والجيش متواجد هناك. كذلك ترتبط بمحافظة صنعاء. طيب. البيضاء لا حد مع محافظة صنعاء. طيب الذي يلاحظ ويتابع، وعنا هذا سؤالي لك الأخير في المحور الأول، أنه في هناك إصرار من قبل الحوثيين، يعني حتى أنت تذكر بعد ما دخلوا إلى عمران أو ربما كانوا متواجدين في صنعاء مشوا على البيضاء مباشرة قبل ما يتحركون باتجاه مناطق أخرى. طبعا. وبالتالي هذه البيضاء لماذا إصرار الحوثيين على الدخول للبيضاء؟ طبعا بالنسبه للبيضاء الحوثيين مصرين عليها، واثبت لك في اصرارهم على هذا على المحافظه البيضاء، لان ابناء البيضاء سباقين في جميع المواقف الوطنيه للدفاع عن الوطن، وسبق وان كان ابناء البيضاء لهم الدور الاكبر في فك حصار السبعين على الجمهوريين بعد قيام الجمهورية، التي بعد أن اندحر الظلام واستطاعوا جلي الظلام وقتل الإمام وقيام الجمهورية، استطاع الحوثيين الإماميين آنذاك بحصار صنعاء 70 يوما، ولكن بفضل الله ثم رجال البيضاء استطاع فك الحصار. من هذا المنطلق الحوثيين يريدوا ويعلموا بأن البيضاء تملك رجال لا يقبلون الضيم ولا ينطون تحت أي كان غير الوطن، اتجهوا مباشرة إلى البيضاء ليحاولوا السيطرة عليها، ولا زالت الأحزاب بشكل عام والحكومة لا زالت موجودة في صنعاء. موجودة في صنعاء. طيب أستاذ محمد الجبري مساء الخير، كنت تسمعني أستاذ محمد الجبري من العاصمة السعودية الرياض، مدير عام مديرية ناطع، نحاول نطرح عليك بعض الأسئلة، وإحنا تحدثنا معك أنه في هذه فرصة لأن تتحدثوا عن معاناة البيضاء سواء من ناحية المقاومة أو سواء من ناحية الخدمات. والسؤال الأول أستاذ محمد الجبري، هو محافظة البيضاء في الوقت الراهن ترتيبها بين باقي المحافظات من ناحية يعني تنموية ومن ناحية يعني خدمات ومن ناحية بناء ومن ناحية تنمية، يعني كيف تعلق على وضع البيضاء وأين ترتيبها بين المحافظات رغم أنه في جزء كبير من محافظة البيضاء محرر؟ اهلا وسهلا اخي حسان، اسمح لي في البدايه ان احييك واحيي ضيفك الكريم حفيد الثوار عامر الحميقاني، هو احد قيادات الصمود الذاتي في محافظه البيضاء، الصمود الذاتي لمقاومتها، واشكر قناه عدن لاهتمامها المتواصل تجاه ملفات محافظه البيضاء. اخي الكريم، لتعريف محافظه البيضاء فضيفك الكريم قد سبقنا بالتعريف، لكن أحب أن أنوه لك أن محافظة البيضاء هي عمق استراتيجي لثمان محافظات، وهي بوابة أمان وبوابة تحرير، وقد ضيفك الكريم
لا بالامكان ان تضيف، يعني نحن نكمل بعض استاذ محمد، بامكانك ان تضيف على اي نقطه احنا ذكرناها، نحن نريد الصوره تكون مكتمله للمشاهد، وانت مدير عام وشخص مسؤول فنستفيد من حضورك معنا. اخي الكريم، انت سالت لماذا اصرار الحوثي في دخول محافظه البيضاء بعد اجتياحه لمحافظه عمران. الحوثي يعلم جيدا ماذا تعني البيضاء وما هو مكانها الاستراتيجي، فهي عمق لثمان محافظات. يستطيع الحوثي أن يتحرك من البيضاء لثمان محافظات، وتستطيع الشرعية أن تحرر البيضاء وتأمنها لثمان محافظات من البيضاء. جميل. لذلك أخي محافظة البيضاء، من يسيطر على البيضاء يؤثر على ثمان محافظات. أي نعم أي نعم، البيضاء هي عمق لثمان محافظات. طيب، سواء لتحرير. طيب الأوضاع الآن طيب لو تحدثنا على التنمية والخدمات، هذا الجوانب أتمنى أن تكون يعني في هذا الموضوع كمان تفيدنا. يعني هناك من يتحدث عن تراجع كبير ربما في الخدمات وفي التنمية في محافظة البيضاء. لا شك أن هناك تراجع في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على مستوى محافظة البيضاء. القيادة السياسية في محافظة البيضاء وفي الجمهورية اليمنية جل اهتمامهم هو التحرير، هو استكمال تحرير محافظة البيضاء. هذا ما نوهت عليه كثير من القيادات عندما قمنا بلقاءات متكررة معهم. هذا هو الهم الوحيد. كيف كانت اللقاءات؟ كانت اللقاءات كيف تحكم عليها؟ لقاءات إيجابية، في تفاعل، في تجاوب معكم من قبل القيادة؟ نحن لاحظنا في لقاءات للمحافظ، وربما كنتم أنتم معه، مع قيادات عليا في الدولة، مع رئيس الوزراء، ربما مع نائب الرئيس، وربما مع رئيس الجمهورية، وبالتالي هنالك اهتمام من قبل فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي ونائبه ودولة رئيس الوزراء تجاه البيضاء بشكل خاص. هنالك اهتمام، لكننا نلتمس لهم العذر مع تسارع الأحداث وفتح جبهات جانبية، لذلك هذا ما أثر على محافظة البيضاء. نتمنى ونأمل بعد اتفاق الرياض أن تكون هنالك نظرة إيجابية إلى محافظة البيضاء، وهذا ما نعول عليه في هذه الظروف. طيب جميل. يعني المنظمات الدولية مثلا أستاذ محمد يعني قدمت إغاثة لكل المحافظات، بالتالي أنتم عندكم في محافظة البيضاء هل وصلت إغاثة؟ هل وصل مركز الملك سلمان، الهلال الإماراتي، الأمم المتحدة؟ قام اللواء ناصر السوادي محافظ محافظة البيضاء بزيارة لمركز الملك سلمان بخصوص هذا الجانب، وهنالك وعود عاجلة من مركز الملك سلمان لدعم محافظة البيضاء. يعني الجانب الإغاثي في محافظة البيضاء شبه منسي، مع العلم أن الميليشيات الحوثية تستلم من منظمات دولية وتستثمرها في إطار تشويه صورة المحافظة. يستخدمونها للمجهود الحربي. أي نعم أي نعم نعم. طيب الحدث لك أستاذ يعني عامر، وربما هذا السؤال ربما ينتقل للأستاذ محمد الجبري. أنت تحدثت عن 22 مديرية. طبعا مديريات محافظة البيضاء، كم عدد المديريات التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، وكم عدد المديريات التي هي محررة؟ بالنسبة للمديريات التي هي محررة أو المديريات التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، الميليشيات هي لا تحكم سيطرتها على المديريات بشكل كامل، بشكل جزئي. هي تحاول الوصول إلى مركز المديرية، إلى مركز المديرية، لم تستطيع أن تسيطر على بقية المديريات لوجود قبائل رافضة لوجودهم وقتالهم. ولكن هي الميليشيات لا تحكم سيطرتها، أنا أتوقع لا تحكم سيطرتها على أكثر من 5 مديريات اللي بشكل كامل، أو تمركزها بشكل عام هو في مركز المحافظة وهي مدينة البيضاء. ولكن كثير من المحافظات هي المديريات هي متواجدة في المراكز فقط. توجد معنا مديريات كثيرة محررة، منها أناطع ومنها نعمان، وكذلك الزهرة الحميقة اللي متبقى إلا شيء البسيط، كذلك ردمان، وكذلك ردمان طبعا لم تدخل الميليشيات الحوثية، أيضا كذلك مديرية مسورة، مديريات كثيرة هي لم تصلها الميليشيات الحوثية، وكذلك مديرية الصومعة التي يسطر أبناء الصومعة في جبهة الحزمية، معارك شرسة إلى اليومنا هذا لم يستطع. الصومعة هذه الذي تحدث عنها أنها المدخل إلى مكيراس؟ لا، الصومعة هي تعتبر إذا استطاع، لأنه هناك في ناس بيقول لك أنه في هناك طريق قريب من الصومعة
لتحرير مكيرات اقرب من فره طبعا طبعا هي عقله بني عامر. اذا استطاعت الابطال الحازميه الوصول الى عقله بني عامر هو سيتم قطع الامداد على المشط الحوثي الواصل الى مكيراس والى جميع المناطق مديريه مكيراس وكذلك الشرف وبركان وغيرها من المناطق. بهذا الوصول الابطال الحازميه الى العقله سيتم قطع الامداد على المشط الحوثي وتسقط المديريات تلقائيا. هذا اللي في الصومعه طبعا. هذا طيب انا اريد اتحدث معك عن قلب المحافظه. قلب المحافظه كيف هي الاوضاع؟ كيف معيشه الناس؟ كيف تفاعل الناس؟ كيف رفض الناس للوجود الحوثي؟ وكيف مارست المشي الانقلابيه؟ لان المحافظه زي ما قلت انت يجوا هم للمركز سواء المديريه اي او محافظه. بالنسبه للمحافظه اؤكد لك بان الميليشيات لا توجد لها حاضنه شعبيه في محافظه البيضاء بشكل عام. الميليشيات منبوذه في المحافظه ولا توجد لها حاضنه شعبيه والكل يكرهها، ولكن بوجودها بجبروتها بطغيانها على الناس وبتنكيلها في المواطنين استطاع البعض الخضوع لها، الذي ليس لديهم امكانيات بالدفاع عن انفسهم او قتال المشاة الحوثية. ولكن المديريات التي استطاعت ان توقف بمجهودها الذاتي تقاتل المشاة الحوثية واستطاعت ان توقف في وجه الميليشيات وتقاتلها. طيب. هذا بالنسبه للوضع الميليشيات. اما بالنسبه للوضع الانساني تطرقت في سؤالك، الوضع طبعا. الانساني في المحافظات سواء التي تحت سيطره الميليشيات الحوثيه او التي تحت سيطره المقاومه او الشرعيه بعد تحريرها. طبعا الوضع الانساني سيء للغايه. طبعا نكون واضحين وصريحين في الكلام. هو تكلم الاستاذ محمد قبري انه المنظمات الانسانيه ما حد وصل. أنا أوضح لك بأن الوضع سيء للغاية. طبعا نشكر لا نكون جاحدين في كلامنا، نشكر مركز الملك سلمان لإغاثة لأن التواجد في بعد تحرير مديريات ناطع ونعمان تواجد في هذا المديريتين وتم إزالة مواد غذائية وكذلك من الأثاث إلى هذه المديريات وللنازحين في هذا المديريات. أيضا في مدينة ذي نعم ومدينة زاهر الحميقان نشكر دولة الكويت. طبعا قبل تقريبا سنة أو سنتين تقريبا أتت منظمة الكويت إلى جانبكم ودعمت بأكثر من 4200 حالة غذائية للمديرية ذي نعم وكذلك زاهر الحميقان. توجد نكون نتكلم بصراحة، الجانب الذي هو أسوأ وأكثر سيئة هو الجانب الصحي. طبعا مع وجود هذه الاوبئه كذلك حمى الضنك والكوليرا ايوه هذه التي يعاني منها الكثير. طبعا لا وجود المنظمات التي تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب الذي يعاني منها الناس كثير هو الجانب الصحي وكذلك الجانب التعليمي سنتطرق اليه فيما بعد. طيب استاذ محمد الجبري بالعوده اليه، كان في لقاء تقريبا بالاسبوع الذي فات قبل ان يرجع دوله رئيس الوزراء، كان في لقاء لسيادة محافظ المحافظة مع الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي ماذا خرج هذا اللقاء؟ ماذا الذي تحقق بالنسبة للبيضاء؟ اسمح لي أن نشكر دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على اهتمام محافظة البيضاء. هنالك كثير من الملفات تم التعامل معها وبإذن الله تعالى سترى النور ستخفف من معاناة أبناء المحافظة. نشكر جهود القيادة السياسية لاهتمامهم تجاه محافظة البيضاء في هذه الظروف الاستثنائية. على الرغم أن البيضاء عانت الكثير، عانت الأمرين، هذا من جانب القيادة السياسية. طيب للجمهورية اليمنية. تمام أوكي. أنا في سؤال ثاني أنا أريد أطرح عليك الموضوع. أنت عارف في البيضاء حصلت خلال يمكن أكثر محافظة البيضاء حصل فيها تغيير محافظين، كان الرصاص وقبل الرصاص كان تقريبا القيسي وقبل القيسي كان في محافظ آخر ما أتذكر، والحين عندك الشيخ ناصر السوادي، وبالتالي هل في تغيير بموضوع يعني إدارة المحافظة في البيضاء؟ هل في أضافت هذه التغييرات أضافت شيء للمحافظة؟ فتحت آفاق جديدة؟ أخي الكريم التغييرات للقيادة في محافظة البيضاء هذه رؤية خاصة تتبع مؤسسة الرئاسة لا نعلم بتفاصيلها، لكننا لمسنا، لكن في إنجاز. أنا أشوف المحافظة الأخير أنه متحرك حقيقة. نعم نعم لمسنا تغييرات إيجابية. جميل. طيب بالنسبة للخدمات
ما الذي مثلا يحتاج في محافظة البيضاء؟ يعني مثلا هنا الأستاذ عامر بيقول لك الجانب الصحي هو أكثر الجوانب الذي فيه يعني أزمة، يعني في أمراض منتشرة وفي حميات. احنا من خلال كلامنا هذا نريد أن نرسل رسالة إلى الجهات المعنية، يعني كيف الطرقات، كيف التعليم، كيف المستشفيات، كيف الأسعار، كيف الأمن في المحافظة، في المناطق الذي في محافظة البيضاء. أخي أنت تكلمت عن المديريات المحررة في محافظة البيضاء، فهي 11 مديرية محررة جزئيا ومحررة كليا بشكل كامل. تمام، 11 مديرية ما تبقى من تحت سلطة أمر الواقع، تحت سلطة الميليشيات 9 مديريات. الجانب الصحي وزارة الصحة قدمت كثير من المنح العلاجية عبر مكتب الصحة لمحافظة البيضاء. ممتاز. وثلاث مستشفيات في طريقها الآن للتنفيذ، مستشفى في الصومعة. طيب. مستشفى. تمام. طيب سؤالي الأخير لك قبل أنه الوقت يداهمنا وأمامنا نشرة أخبار، بالنسبة لموضوع الجرحى، وهذا ربما مش بس محافظة البيضاء تشكي من موضوع الجرحى يا أستاذ محمد، ربما كل المحافظات تشكي من موضوع الجرحى وإهمال الجرحى. وأريد أسألك عن، أنا أشوف أحياناً في مواقع التواصل الاجتماعي يعرض بعض الجرحى من بعض المحافظات الكثيرة، وبالتالي أوضاع الجرحى وآلية معالجتهم كيف بالنسبة للجرحى، جرحى المقاومة في محافظة البيضاء؟ أخي الكريم، بخصوص ملف الجرحى، ملف شائك على مستوى الجيش الوطني، هذا مشكلة معقدة، وفي محافظة البيضاء مشكلة خاصة لسبب واحد. صحيح. لا زالت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء مقاومة شعبية لم تنطوي تحت أي مسمى. لا يعني كيف لم تنطوي؟ لم يسجلونها ضمن الجيش؟ هنالك مشاكل لم تتضح صورتها، لا نعرف هل هم أعداء من الداخل أم هم أعداء من الخارج تجاه مقاومة البيضاء، وهذا ما جعلهم يعانوا الكثير إلى يومنا هذا. وهنالك من يحارب مقاومة البيضاء على أن لا تنطوي تحت مسمى أو كيان عسكري. طيب. في ترتيبات لهذا، في خلال هذه الفترة سمعنا عن ولادة لواء جديد، لا نمتلك التفاصيل عنها الكثير، لكن نحن نرحب ونبارك. طيب. بتوحد قيادة المقاومة تحت منظومة عسكرية واحدة من المعاناة تحت. أوكي، شكرا جزيلا لك الأستاذ والمقاوم محمد الجبري، مدير عام مديرية الطفة، شكرا جزيلا لك. أنا أقول هو كلمة قوية جدا ومفيدة الذي قالها، وهي يعني حمست الموضوع، ربما هو سخن في الأخير الأستاذ محمد. هناك مشاكل لم تتضح صورتها تقف وتعيق تسجيل مقاومة البيضاء في الجيش الوطني. أنا أحيل هذا الموضوع، أطلب التعليق منك. طبعا محافظة البيضاء والمقاومة البيضاء كما ذكرت لك هي أول مقاومة قاومت في اليمن ضد الميليشيات الحوثية، ولا زالت إلى يومنا هذا هي مقاومة. وبالنسبة للمحاربة طبعا نحن نعلم، والسبب الأول الذي يتم محاربة المقاومة فيها هي الأحزاب. الأحزاب هي التي أحزاب في الشرعية قصدك؟ أحزاب بشكل عام، الأحزاب هي التي تؤخر أو تقوم بعمل كما يظهر لنا بأنها هي المتسببة في بإيقاف دمج المقاومة ضمن الجيش لأسباب. في الأحزاب هي كل أسباب ولاءات. المقاومة في البيضاء أغلبها سلفيين، هي أبناء قبائل أو أبناء قبائل، لا ينتمون إلى أحزاب، لا مؤتمر ولا انتقالي ولا غيره ولا غيره. نعم، هذه خلاص وضحت الصورة، أنا عرفت بالنسبة الآن فهمت أكثر. طيب هنا تكلم على أوضاع الجرحى، أنا أريد لك السؤال على موضوع الجرحى كمان، يعني جرحى البيضاء وين يتعالجوا؟ يتعالجوا في عدن، يتعالجوا في يافع، يتعالجوا في البيضاء، يتعالجوا في الخارج، كيف تعالجون هذا الموضوع؟ كانت في ربما في صعوبات بخروج بعض الجرحى من البيضاء باتجاه يافع، هل حليتوا هذه المواضيع مع الحزام الأمني؟ بالنسبة للجرحى البيضاء في الجبهات المتعددة، طبعا البيضاء الجرحى يعانوا والاغلب الجرحى يتم علاجه على حسابها الشخصي، والله يوصل بعض الحالات الى ان يبيع سلاحه الشخصي او يبيع ذهب احد من اسرته على اساس يتم علاجه. هذه مشكله كبيره ومعاناه يعانيها الجرحى في مقاومة البيضاء بشكل عام، ليس جبهة الحميقان اتكلم عنها وانما
الجبهات بشكل عام. في يوجد بعض الحالات الطارئه وبعد عناء وشقاء كثير تم تسفير بعض الحالات وهي لا تعدى خارج البلد طبعا. بالنسبه لجبهه الحميقان انا اريد اتكلم معك على جبهه الحميقان، واريدك يعني قبل ما ادخل بالتفاصيل ابدا بالعموميه، تعرف جبهه الحميقان للمشاهد ايش اللي يحصل في جبهه الحميقان. جبهه الحميقان هي من اول الجبهات وقفت في وجه المجلس التحوثيه في البيضاء، قاتلت ضحت كثيرا، لا زالت الى يومنا هذا تقاتل وتضحي، ولا زال الى يومنا هذا المعارك ليليا بين المقاومة والميليشيات الحوثية. طبعا الميليشيات عززت وزادت تعزز بعض طقم ومدافع ومدرعات تحاول كسر هذه الجبهة والوصول إلى يافع، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تعزيزات وصلتنا من أبطال ألوية العمالقة تم دعمنا، وكذلك أخواننا في يافع عندما تشتد المعارك يتم تعزيزنا من قبلهم. نكون لهم كل شكر واحترام لأخواننا، هذا واجب على كل أبناء الوطن. طبعا هي لازالت الآن تقاوم، البيضاء ضحت كثيرا، مديرية الزهرة الحميقان ولا زالت مقاومة، ولا زالت إلى يومنا هذا تضحي ومستمرين في التضحية. أضاف تدخل العمالقة أضاف شيء، وقف الحوثيين طبعًا صدهم. طبعا تدخل العمالقة لدعم مقاومتنا، مقاومة البيضاء، مقاومة الحميقان أضاف شيء الكثير، وهو إيقاف الهجمات المتكررة من ميليشيات الحوثي على مواقع المقاومة. أيضا دعمنا، والآن استطاعت المقاومة أن تقوم بهجمات على مواقع الميليشيات التي تعتبر من المواقع الخطيرة والتي تهدد المواطن، لأن الميليشيات عندما تقوم بقصف القرى والمناطق المحررة فالمناطق هم يريدوا أن يعبروا آل حميقان ويتوقفوا، ولا لهم طموح أبعد؟ بالنسبة للحوثيين كما تعلم كثير وساطات تقوم بعملها، وكان عملت وساطات مع المقاومة الحميقان، وكان وهدفهم هو أن الطريق تعطونا الخط الأسود والوصول إلى يافع، ولكن أبناء البيضاء عرفوا اللعبة في اليمن بشكل، أبناء الحميقان عرفوا اللعبة بشكل كامل، هذه لعبة الميليشيات الحوثية تعملها في جميع المحافظات. قالوا تقريبا للسواديه نفس الحكاية، نفس الكلام طبعا، قالوا افتحوا لنا الطريق وبعد ذلك يتم الانقلاب على الاتفاق الذي يتم. عملت اللي عملت في مشايخ آل عمر الأبطال، وما زلنا طبعا تفجير المنازل يعني في آل حميقان، احنا ملاحظين انه يعني عادة موضوع تفجير المنازل وتفجير المساجد، يعني لماذا هذا الاسلوب؟ لماذا الا في آل حميقان تحديدا؟ الميليشيات الحوثية فجرت عندنا اكثر من 18 منزل في آل حميقان، في مديرية زهرة الحميقان، ايضا اعتقالات توصل الى 18 منزل، تقريبا اكثر من 18 منزل هذا الذي تم تفجيره، من بينها يعني منزل تقريبا الشيخ عبد الوهاب، منزل الشيخ عبد الوهاب، منزل البطل العقيد محمد عبد القوي السعيدي الحميقاني، وكذا ذلك منازل كثيرة، منزل الشيخ علي محمد طاهر أمين عام مقاومة الحميقان، منزل علي مسود أحد الأبطال مقاومة الحميقان، يعني كثير من المنازل تم تفجيرها في الزهرة الحميقان. أيضا أكثر من 50 منزل تضرر بسبب القصف العشوائي التي تقوم به الميليشيات الحوثية. أيضا كثير من الحالات التي تضررت بما تقوم فيه الميليشيات الحوثية على المناطق. طيب سؤال الأخير لك هو عن مكيراس، أهمية مكيراس وكيف يمكن تحرير مكيراس؟ بالنسبة لمحافظة مديرية مكيراس، تحريرها هو بدعم جبهة الحازمية الصومعة لقطع الإمداد على الميليشيات الحوثية. يعني صور المشهد، هل هذه يعني أرض مستوية وجبلية من الصومعة باتجاه مكيراس؟ إذا تم وهناك يعني طلوع من جهة أبين؟ هذا هو بالنسبة للمكيراس صعب تحريرها من جهة أبين لودر، لأنها توجد عقب الثرة، الميليشيا مسيطرة على عقب الثرة وتستطيع أن تقصف لودر بأخف الأسلحة. إذا تم دعم جبهة الحازمية للوصول إلى الخط العام عبر العقلة وقطع الطريق، هنا تسقط مكيراس والمناطق المجاورة لها. في أهمية مكيراس إذا تم تحريرها هو تأمين محافظة أبين والبوابها بوابة الجنوب من ناحية أبين لودر. وصلنا في الختام أستاذ عامر، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة معك، ونحن نشكرك على حضورك وتلبية الدعوة، فشكرا لك على هذا الحضور. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وكذلك الشكر موصول للأستاذ محمد الجبري مدير عام مديرية الطفا. وفي الختام، تحرير محافظة البيضاء وتحقيق النصر فيها هو جوهر التحرير والنصر لكل اليمن، فالبيضاء التي وصفها الحوثيون بالثقب الأسود دفعت ثمنا باهظا
حتى جعلت الحوثي يئن من ضربات رجالها البواسل، وتبقى للبيضاء كلمة الفصل في تحقيق نصر المشروع العربي على المد الفارسي. ويبقى على من يهمه الأمر أن يدرك أن بداية النصر الحقيقي والاستراتيجي يبدأ من تحرير محافظة البيضاء. مشاهدي الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج بين قوسين. نلتقي نحن وإياكم في الأسبوع القادم في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين نلقاكم على خير.